علي شوف الشاي وحضرتك بتخلي الميدان جايبين صور اللي مسك في الميدان هو الا اللي بسمع بزود البلطجه عليك نور وانا معاك في النقطه انا معاك في النقطه انما ال 20 الاولانيين او ال 150 اللي كانوا قاعدين هم اللي هم كلهم عايزين فوق الكلام ده ايوه الداخليه لا بس في منهم كان لابس زيك كده يا باشا ما هو يا باشا احنا دخلنا متصوره في الجزيره يا باشا الجزيره عن البلد الجزيره بين بنت متاك قناه التويست ما اكيد مش هيركب ال هو يعني الداخليه بتلبس لبسكم انت قاعد معانا من الصبح ايوه انت قبل جاي دلوقتي ايه اللي انتوا بتلبسوه انتوا لابسين ملكيين وشورت عسكريه ايه رايك ايوه ما انا سامعها سامعها في الاخبار كل حاجه بتندب يعني يوم الحواوشي مكان الحواوشي احنا اللي جايبين لهم الحواوشي هي في ايه المشكله لما المناصبه لما فتره الانتخابات تعدي يبقى في بره ما اعرفش بس هو كل اللي انت شايفهم دول بص معلش بس يا باشا في منكم في اللي كانوا لابسين زيكم بيضربوا في مش الداخليه بس اللي كان في الميدان يا باشا انت مش عايزني اطلع مش هضرب بس يا باشا ما طيب ما انت بتقول الداخليه بصوا دلوقتي بصوا دلوقتي ان احنا سفاحين اه يا باشا كده لا انتوا اخواتنا ما انا بقول لك اهو ولا سفاحين ولا حاجه ولا الشرطه سفاحه ولا حاجه انا اقول لك خلى عن المشكله لما يبقى في المنتخب وهو اللي بيلعب عن الشعب ولا هم دول اللي مهمش كلمه ليه بقى في كلب بيحرك لان النهارده وعاده القوس لما بيفوضوا بيقول لك النهارده فوضوا لا يا عم في كتير الناحيه الثانيه والله ما كتير لا 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 الناحيه الثانيه 100000 مثلا 100000 لا مش 100000 طبعا احنا التدعيم لا ان شاء الله مش هنعدي ده ممكن نجيبه كله البيزنس إيه؟ يا ريت ان شاء الله يا ريت لان انا عايز اقول لك حاجه ان بتقول ايه بتعمل ايه جالنا تدعيم ان شاء الله باذن الله يعني مش هتعدي الناد بس خليكم واقفين معانا احنا واقفين اهو لكن والله الكلب يخش الشارع ده تاني والله طب جالك التدعيم في امتى طيب عشان نكلم الناس يعني لسه في ساعه صفر هم محددين اه في ساعه انا اعرفهم بس هي اتحددت خلاص يعني هم هيخشوا هيخلصوا الله اعلم احنا خرجنا الساعه 11 الظهر النهارده وكانت الساعه 6 بالنسبه لنا وخرجنا قفلنا هنا وهنا هنعمل ايه هنطب فيهم ولا ايه ان شاء الله يا ايمن امتى؟ ايمن خرج معانا في عملنا فيهم الظهريه يا ايمن ده مسكنا الناس وانت جاي بقول لك مش هتطلعهم يضربوهم ولا ايه؟ يا ايمن ربنا ان شاء الله ربنا يبعد امتى؟ قول يا رب امتى؟ ما اعرفش انا معاك واقفين معاك اهو انا عارف يا ايمن يلا هات النوله هتجيب العب الرجاله على البابا هناك بتتعامل معاهم بالطول دلوقتي معلش لحد ما نستهلك قوتهم شويه بعدين نطلع لهم لما كل ما تسال قوتهم هم بيهمدوا وبعدين اصل في حاجه كل القنوات العالميه مذاعه الحاجات دي ودي هتخرب بيتنا أيوة. من بكره ايوه من بكره انت الحاجات دي باظت دي كلها ما بنجيبه من جيبك ايوه بالظبط ما انا عايز اقول لك حاجه بس هو بقى ما ينزلش ناس بقى لابسين لبسكم ودي مش فكات المسلحه انا شفت هامك بالطريقه على فكره احنا احسن دوله على كده احنا احسن دوله الحمد لله ربنا يوفقك كده يعني خلاص كده الدعم جاي النهارده بالليل هتخلص يعني اللي هتخلص عمرها ما هتفضل الصبح بس اهم حاجه والدعم جاي ما يجيش ياخدنا احنا لا ما انت شوف الناس جايه واخد بالك انت اخلي لورا او جمعنا في يعني اللي جاي شرطه مش ناس لابسه زينا هنخش من هنا لا عادي جيش هنخش من احنا هنخش من الناس من الباب ده في مجموعه تيجي من باب ورا وفي مجموعه تيجي تطلع من مش عارف ايه الكلام ده هنطبق كل ده ان شاء الله ماشي هنطبقه واحنا واقفين اهو والله هتخلوا الميدان بالمره ان شاء الله يا رب لازم كل حاجه تتخلى لا كل حاجه لازم تخلي خلاص احنا معاكم اهو خلاص واحنا هنكلم الناس ان شاء الله ربنا يقويكم والله العظيم ده عيال ولاد